محكمة العدل الدولية لدى هيئة الأمم المتحدة رفضت قضية تتعلق باتهامات بالتطهير العرقي والتفرقة العنصرية أقامتها جورجيا ضد روسيا بدعوى أن ليس لديها أي اختصاص قضائي للنظر فيها. وعزى قاضي المحكمة هيساشي أوادا السبب الرئيس لتخليهم عن النظر في الدعوة إلى أن الجانب الجورجي وجه الدعوة دون أن يقوم بمحاولة لحل هذه المسألة عن طريق إجراء المفاوضات مع السلطات الروسية. وتتهم الحكومة الجورجية روسيا بقيامها بتطهير عرقي وممارسة التفرقة العنصرية ضد غير الروس من قبل الجنود والميليشيات صيف العام 2008 في الحرب التي دارت بين البلدين حول انفصال الإقليمين الجورجيين أبخازيا وساوت أوسيتيا.